طيب تعالوا نكمل بقى مع حضراتكم سلسله اخبارنا. واعلن جوزيف ماريا بارتوميو وهو رئيس نادي برشلونه اعلن استقالته بشكل رسمي من رئاسه النادي الكتالوني، وقال ان القرار ده قرار مدروس وقرار هادي واتخذه بالتشاور مع كل زملائه، واضاف ان الحكومه الكتالونيه رفضت قرار تاجيل الانتخابات ولم يفكروا في عواقب هذا القرار. قال لم يقبلوا اقتراحنا بتاجيل التصويت 15 يوم لاعداد الامور اللوجستيه، واضاف لا يمكننا ان ندعو الى تصويت بحجم الثقة في هذه الظروف الحالية للحفاظ على صحة الجميع، ولهذا السبب اتخذنا القرار بعدم الدعوة للتصويت وتقديم الاستقالة. طبعا القرار الأسهل بعد الهزيمة في دوري الأبطال كانت الاستقالة، لكننا قررنا البقاء لاتخاذ قرارات صعبة. هو واصل كمان رئيس برشلونة تصريحاته بعد الاستقالة من منصبه، قال الدليل على أننا لسنا متمسكين في مناصبنا هو أننا دعونا إلى انتخابات مبكرة في مارس، كان علينا ضمان مستقبل النادي في أزمة عالمية غير مسبوقة، لم نتمكن من ترك نادي في يد مديرين، من كان سيوقع مع مدربا أو يوقع مع لاعبين أو يضمن استمرارية ميسي أو يخفض الرواتب، وتابع أيضا سعادته بخدمة هذا النادي، اليوم نحن نستقيل دون إنهاء مشاريع الاقتصادية التي كنا نريدها، أتمنى أن يتم حسم موضوع تخفيض الرواتب خلال الأيام المقبلة، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة على النادي. مضيفا أخيرا، تعرضت أنا وزملائي للإهانة والتهديد وحتى عائلتي. مش عارف عندهم عكوسات جامدة الجماعة هناك في برشلونة.